كيف أكتشف هويتي؟ أحياناً نقضي سنة كاملة من حياتنا وإحنا نحاول نكتشف هويتنا، يعني الشيء اللي انبنى في 20، 30، 40 سنة ما حيجي الواحد يكتشفه في يوم واحد. لما أعمل جلسات كتابة الرؤية والرسالة في الحياة وتحديد الأهداف، أجد إنه الإنسان اللي قدامي بيمر بتفكر وتأمل في تجارب الماضي، لأنه بيحاول يروح هناك ويجيب نفسه، مين هي نفسه وكيف قدر يعيش هذه الحياة كلها، كيف مين هو، حتى مين هو وفين رايح وإلى أين يمضي، وأسئلة كثير. فنيجي لموضوع الهوية، ده موضوع معقد ما يتم في جلسة واحدة، هو مجموعة من الأسئلة، الرفليكشنز، التأملات اللي الواحد يقوم بها، إما كتابة أو مع موجه أو مجرد إنك أنت بتخصص وقت معين في اليوم تكون في راي كده على كوب قهوة 10 دقائق، تجلس تفكر في نفسك أنت مين وفين رايح وإيش هي أهدافك في الحياة. وما يكفي كده، كمان في موضوع القيم اللي علاقة بالهوية، في موضوع الاعتقادات، وطبعا يجي موضوع المشاعر والأفكار والسلوك، منظومة متكاملة.